قم بجمع 5x تربيع زائد 8x ناقص 3 زائد 2x تربيع ناقص 7x زائد 13x. إذن يمكننا أن نعتبر هذه كعملية جمع لكثيري حدود. كثير الحدود الثاني يمكن أن يبسط أكثر. لدينا عبارتان متشابهتان هنا، ليس 2x تربيع، فلا يوجد عبارة أخرى هنا في كثير الحدود، لكن لدينا عبارة ناقص 7x زائد 13x، لذا يمكننا أن نجمع هاتين العبارتين. كم هو ناتج ناقص 7 من شيء ما زائد 12 من ذلك الشيء؟ إذا لدينا ناقص 7x زائد 13x. هذا يساوي 6x، ولا زال لدينا 2x تربيع. كثير الحدود هذا يبسط إلى 2x تربيع زائد 6x، ومن ثم سنجمعه مع كثير الحدود هذا. وما يمكننا فعله هو أن نعيد كتابة كثير الحدود هذا تحت كثير الحدود هذا، وسوف أنظم العبارات المتشابهة. العبارات التي تحتوي على نفس المتغير ترفع إلى نفس القوة. إذا لدينا x مرفوعة للقوة 2 أي x تربيع، لذا دعونا نضع هنا الخمسة x تربيع. ثم لدينا x مرفوعة للقوة 1، لذا دعونا نضع هنا الثمانية x. ولا يوجد لدينا ثابت هنا في مقدمة كثير الحدود الأصفر هذا، لا يوجد لدينا أي شيء مرفوع للقوة 0، لذا دعونا نضع السالب 3 هنا. ومن ثم يمكننا أن نجمع هذين الشيئين، لدينا 2x تربيع زائد 5x تربيع، عنصران من شيء ما زائد 5 عناصر من شيء ما يساوي 7 من هذا الشيء، إذن يساوي 7x تربيع. ثم إذا كان لدينا 6 عناصر من شيء ما وأضفت لهم 8 عناصر من ذلك الشيء، فسأحصل على 14 عنصر من الشيء. إذن 6x زائد 8x يساوي 14x. ثم لا يوجد لدينا شيء هنا، فإذا جمعنا لا شيء إلى سالب 3 سنحصل على سالب 3. إذن تبسط إلى 7x تربيع زائد 14x ناقص 3.